أيام الجمعة تعتبر المفضلة بالنسبة للسائحين من محافظات وسط وجنوبي العراق، حيث يستغلون هذه الأيام لزيارة المنتجعات والمصايف السياحية التي تقع في إدارة سوران المستقلة، ويعتبرونها فرصة مثالية للاستمتاع بجمال الطبيعة وتغيير الأجواء بعيدا عن صخب الحياة اليومية. احنا كنا عايشين بتركيا واستأجينا، رجعنا للبلد والأجواء كلها صاير يجنن، يعني حلو، الطبيعة حلوة، البراد، المي حلو، الأجواء، الناس، كل شيء أشياء هنا حلوة، أجواء محترمة ومصايف محترمة، جيد جدا، ومشكورين على هاي المصايف المحترمة والخدمة الجيدة جدا. الوجهات السياحية في سوران تقدم خدمات سياحية متميزة وتوفر تجارب متنوعة تناسب جميع الأذواق، مما يجعلها وجهة شديدة الجاذبية للزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع. أكثر الأحيان أنا أجي هنا، تعرف هنا صارت مدينة مائية وألعاب، أكو كافتريات، مطاعم، يعني هو جو بيها كلش حلو ما عدا الحدائق اللي بيها، وأكو هاي اللعبات الاستثنائية اللي أنت تطلع بيها على الجبل، وهاي بيها متعة كلش حلوة، يعني ما موجودة بغير مكانات بصراحة. إحنا أكثر الأيام اللي نطلع بيه يكون الجمعة، لأن العالم ما عندهم دوام، قاعدين بالبيت مرتاحين. كردستان بلد الأمان، بلد 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 التشكيلة كاملة من الطوائف، يعني احنا انا من الناس من اجي ادخل السيطره ما يطالبين لا باقامه، بس يقولوا ان انا مسيحي، قل خلاص عبر. اللي يزيد نفس العمليه، كردستان بالعكس حاضنه الشعوب، كردستان تحب الناس. ليش؟ لان الانفتاح الموجود كلش ممتاز عندكم هنا. بفضل ما توفره من مزايا سياحية، تظل سوران وجهة مفضلة للسائحين الباحثين عن قسط من الراحة والاستجمام، مما يجعل عطلات نهاية الأسبوع فرصة مميزة لاكتشاف جمالها والاستمتاع بخدماتها المتنوعة. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.